السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع ديالنا على الأطباق الطائرة وبعض الناس يرون أن هناك أطباق وبعض الناس يرون أن هناك لا يوجد أطباق طائرة. هذا الأمر يتعلق بأمور تاريخية، اللي كانت الحرب العالمية الثانية كانوا الناس يخافون بالصواريخ، كانوا دائما عيونهم في السماء يقولوا صاروخ ماجي صاروخ ماجي، هكذا بقات ديك العادة فيهم، تبدأ يقولوا أطباق طائرة شناها أطباق طائرة رابانات كذا. وهناك بعض طوائف الهم ديالها يتشوش على الناس وإخراج أخبار كاذبة. الدليل على أن ما كاين شي دليل ملموس على أن هناك سكان في شي مجرة مثلا أتوا وزاروا الأرض. البعد شاسع جدا ولا يمكن، وما زال الأمر فيه اختلاف، والحقيقة على أن لا توجد أطباق طائرة. توجد برونات لمراقبة حالة الطقس، توجد أسرار الحشرات، أضواء بعيدة، ظواهر الشمس مع السحاب، كل هذه ظواهر كيعتقد البعض على أنها ظهور طبق طائر. وما هي هذا الطبق الطائر؟ كيف سيكون السرعة ديالهم اللي يقدر مجرة أخرى للمجرة ديالنا؟ لأن الكون لحد الآن علماء باقي ما لم يتوصلوا لحد الساعة إلى الحجم دياله، حددوا على أنه يتمدد فقط، أن الكون يتمدد وحاره في كواكب ديك النظام الهندسي، كواكب الدوران، كواكب على بعضها وعلى نفسها وعلى الشمس في مجرة ديالنا، راه شيء غريب. وكالة الفضائية نازا تضع البحوث فضائية جميلة، ولكن بعض أخطاء اللي كيعتقدوها على أن ممكن يكون هناك ناس فضاء وبدأوا يخططون إلى وضع راديو لاسلكي يرسل إشارات في الفضاء يستقبلوا سكان الناس شغل سكان الفضاء الذين حددوهم حسب بعض الروايات بالأسماء، على أنهم بعض منهم والبعض قال أنه ولا أذكر الأسماء ديالهم، وفي الحقيقة هذيك مخلوقات من النار، الجن يسكن في السماء ويسرق السماء. والخطة خطة الإبليس لعنه الله أنه قيدر في آخر الزمن للناس عيانا شهارا صفات مختلفة بكذبات مختلفة. كانت كذبة هذه مثلا يقول لك راه أنا كوكب فلاني وكوكب فلاني وكوكب فلاني، وفعلا كاين بعض الجن كيمشيو كواكب سرقوا السماء في سماء الدنيا. الخطه ديالو انه قيدار يدار في سن الناس، والمسلمين الحمد لله فائدين على هذا الشيء، هذا لانهم القران كيحميهم والقران كيحميهم ومعتصمين بكتاب الله والله معهم طبعا، لان الجن راه فيهم المؤمن وفيهم الكافر، والكافر يصيب الانسان بالامراض، اي النفخه ديالو يقدر يصيب الانسان بالامراض. ان الله عز وجل كنتحموا حنا بكتاب الله والاذكار ديالنا والتعاويذ والقران الكريم كتاب الله والطهاره والوضوء، لان الجن ما يقدرش يقرب المسلم الا في حالات لو وقع في حاجة ماشي هذيك مثلا عصى الله ولا شيء يقدر يتلبس به الجن الكافر. على العموم في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بمجالس تحضير الأرواح، المجالس تحضير الأرواح الحقيقة ديالها جن يتكلم على لسان العرافات، كما جاء على أن العرافين قالوا المقربين لهم لأن إبليس هذه الخطة ديالو جلس في الطريق، وهذا الشيء كان إبليس يتعرض للأنبياء. والسلام عليكم ورحمة الله.